السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد واحد الوصفه اللي هي السمان، اللي كيعرفهم بلي كاي. غادي نبدا بالمراحل. المرحله الاولى هي غادي نشرم لهم هما الاولين، ومن بعد نكمل معكم الحشوه او المرافق ديال هذا السمان اللي هو الروز. نبداو بالمقادير ديال الشرموله اللي غادي نشرمل بها السمان. عندي هنايا 10 ديال الحبات ديال ليكاي ديال السمان. عندي هنا السمن الحار واحد المعلقه صغيره عامره مزيان، وشويه ديال الملحه. عندي هنا معلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال ابزار الفلفل الاسود، هنا معلقه صغيره ديال القزبر اليابس، وهنا معلقه صغيره ديال الثومه، واحد جوج حبات كبار ديال الثومه. وعندي هنايا نص معلقه ديال الكركم وراس معلقه ديال القرفه، ومن طبيعه الحال واحد شويه ديال زيت العود. خديت واحد البانيو هكذا، غادي نسبق هذاك الزعفران الحر اللي رقدتو في شويه الماء دافي حتى طلق. من بعد ما درت هذاك الزعفران الحر اللي رقدتو في الماء دافي، غادي نزيد هاد كاع الطبزيره كامله. داك السمن الحار والملحة، بسم الله نحل هذاك السمن حيت غادي ناخذ ليكاي. بعد ما شرملت السمان درت ليه بابي فيلم، غادي نديرو في الثلاجة واحد ساعة المقالة بما وجدت الروز اللي غادي نرافق معاه. غادي ندير واحد شوية ديال الزيت نباتي، واحد المعلقة ديال الزبدة كبيرة هانتوما، وواحد البصلة قطعتها تيدي صغيرة هكذا، واحد جوج عواد ديال القرفة، واحد شوية ديال الملحة. وبعد ما تقلات واحد شوية هانتوما كتشوفو، غادي نضيف ليه واحد 200 غرام ديال الدجاج مقطع طريفات صغار بزاف هانتوما. ما قدمتش معكم المقادير، درت المقادير تحضر في نفس الوقت، هانتوما تابعوا معايا. عندي هنا معلقه صغيره ما عامرهش مزيان ديال الكركم، ونص معلقه ديال الابزار، واحد شويه غنكون ميزان كون نقصتو تقريبا واحد راس معلقه. بعد ما تقلى حتى شفتو نشف من الماء، غادي ندير واحد معلقة صغيرة ديال سكينجبير جونجون، وغادي ندير واحد زلافة ديال الروز. خديتها غسلتو مزيان خليتو تسقط حتى نشف،
وغادي نهني الطبقه الصفر باش غادي صاوا تقلى نخلي شويه تقلى شويه مع هذا البصله والدجاج هانتوما الرز ما وقفش ليا ما تحرك حتى نشف من الماء هانتوما دابا غادي نضيف ليه الزبيب عندي تقريبا هنايا واحد كاس ديال الزبيب خديتو غسلتو حتى رطب وقطعتو ها هو غديرو ليه يطيب معاه بالنسبه للمرق اللي غادي نطيب به هذا الرز انا خديت لي كاركاس اللي حيدت منهم البلون ديال البولي طيبته في الاعشاب والسيمه وصفيته هو اللي غادي نخوي على هذا الرز واللي ما بغاش يدير الفو ديال الدجاج او البرق تاع الدجاج ممكن يدير ضامط البنه تاع الدجاج يطلقها في الماء حتى تطلق ويطيب بها الرز غادي نقص عليه العافيه مهيله ونغطيه ونخليه حتى يطيب على خاطره الوجره اللي غادي نطيب فيها السمان درت فيها كاس صغير ديال الزيت مخلط بزيت الزيتون وزيت نباتي ديت جوج بصلات قطعتهم ابتدي هكذا غندير ليه شويه ديال الملحه حيت السمان شرمته في الملحه وغادي ندير واحد العود ديال القرفه غادي نزيد واحد شويه ديال الكركم تقريبا واحد نص معلقه حيت السمان كياخد اللون ان شاء الله يشد ليا فيه اللون اللي بغيت زدت شويه ديال الكركم واللي بغى يدير الملون يديرو انا ما كنستعملوش من بعد ما تقلات ليا البصله غادي نزيد ليها واحد شويه ديال الماء سخون وغادي نزيد واحد الكاس ديال الليمون اللي غادي يعطينا واحد المذاق فريد من نوعه بالنسبه لهذا السمان انا كنت كيسحب لي واش كنصور خديت لي كاي من بعد ما ترقدوا واحد ساعه المكانه في الثلاجه خليت داك الليمون ولاصوص هذه حتى غلات من بعد درت لي كاي دابا غادي نغلق عليهم ونرد معاهم البال حتى يطيبوا عندكم يتشتوا لكم انا ما درتش لا خيط لا حتى حاجه نتوما ممكن تجمعوهم بالخيط ولا تردوا معاهم البال حتى يطيبوا وتحيدوهم من لاصوص بعد ما طابوا السمان خليت لاصوص باش تختار ليا مازال فوق العافيه واللي كاين اللي حطيت المول هذا غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده وندخلهم الفران سخون مزيان باش ما ينشفوش ليا غير تحمروا غير شويه ياخذوا اللون مزيان ونخرجهم تخليهمش في الفران بزاف باش ما يبسوش ليكم خرجت السمان من الفران بعد ما تحمر ليا ما خليتوش في الفران بزاف باش ما ينشفش عندي هنايا القرقاع قليته في الزيت ومن بعد نشفته مزيان من الزيت وهرمشته عندي هنا الرز اللي شاركت معكم ها نتوما كتشوفوا كيفاش جا غادي ناخد واحد الجزء منه نخلطه مع القرقاع باش نعمر به السمان والرز اللي غادي يبقى غادي نديرو في الطبق كمرافق للسمان
خديت الروز درته في المول هذا تقريبا هذاك الكونتيتي اللي بقالي كفاني في هذا المول درته باش ندري السيكلاسيت. غادي نديرو حيده في الوسط هكذا ندريسي قدامكم باش بالنسبه للدريساج كل واحد على حسب الذوق كل واحد كيفاش يحطو في التبصير او لا في غادي ناخذ هذيك لاصو شتي خليتها حتى تعسلات هانتوما كيفاش ولات وعطى فيها داك المذاق ديال البرتقال جا فيها لذيذ بزاف غير جربوها بالطريقه هذه. غادي ندير شويه ديال لاصوص فوق الكايب واللي بقى غادي نديرو في واحد جبانيه سيباري واللي بغى ياخد يبقى على جنب هكذا. بالنسبه للديكوراسيون ممكن ديروا نتوما الديكوراسيون اللي كيعجبكم واللي متقول اي حاجه اللي متوفره عندكم ممكن ديكوريو بها. عندي هنايا انا البرقوق عسلتو غادي نديرو ما بين اللي كاي هكذا باش يعطي واحد المنظر متغاير على الصفر. حيت درناه بالمذاق ديال البرتقال خديت انا قشور ديال الليمون عسلتهم شويه ديال الماء وشويه ديال السكر بحال البرقوق وغادي نديكوري بها هكذا. ديكوراسيون كل واحد وكيفاش يديكوري واللي متوفر عندكم. غادي ندير شويه ديال الشنجلان فوق البرقوق شويه حتى هكذا فوق ليكال. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الذوق وبالنسبه ممكن تزيدوا اللوز مقلي او لا القرقاع هكذا تزينوا به. الطبق ديالي زينته انا بهذه الطريقه وانتم ممكن تزينوا بالطريقه اللي كتناسبكم. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجاب ديالكم وتشجعونا كومنتير وجيم وتدعموا قناة ذوق البنة مع نعيمة وكنشكركم على المتابعة ولقائنا فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم.